لكن إيمانك هو درجات سيدا كفرك بدرجات ويه إيمانك مؤمنين تسكو ميل كما جوغان وزيادة وانا النقصامة إمام البخاري وحو بابيه صحيح إيسا بابو أن الإيمان ينقص ويزيد كان وحو بابو يهي إيمانك إنو النقصامة إنو زيادة ووحا أهل السنة إكاقد ويهين فرقة كلا وإكامد يهين ومقع لاريهين نمك ليلة خوارج سي مرجئة ويمحي عمي سيهين الإيمان جزء لا يتجزأ إيمانك وهل قيب ومك لطغوه إذا ثبت بعضه ثبت كله مرجئة ديوي كوة كلا نمحي ليهين إيمانك وهل قيب ومك لهره إذا ذهب بعضه ذهب كله هذه قيب إيمانك إكاقوضه كل جسوة وده تقيان مركا إيمان كاس يعمل كاس صالحة وحي كان ينقفك إني جبري يا كابتن كسميا من رجلي وناعس طيب علم القرآن كليا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قفك عمل صالح لي ماله لب يددك بدو هذا استجو ولي بإيمان له استجو هاي إيمان له علماء مركى كهل الله يان شروط قبول كعمل ك لبا الله شرديا إخلاص إنه وياه متابعة إنه ليه أنت محوه ليه قفك الله إيمانه هي عمل ككر إنه مؤمن بارو بكرين طيب وهو مؤمن حضو عمل كصالحها ولي بإخلاص وكيه هاي ورك قد يرى يوم وحوي إيش نبيه صلى الله وسلم عليه لكن نبيه وصل الربع سنة النبي إنه عمل كابالله أقبله يعني لا ما أقبله مركا قفك النوع عاسو السدح لا شردي أوف صدا محال لقه لها يوهلا يا فلنحيينه حياة طيبة مركا وحياة دي مروقة لقا قادي مركا كلما مروقة يكسوف وتسارته حاضو بها انتهي إيمانك إي عملك السالحة وحيابه قوية رابي عائشة محيلة لها هاي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة النبي يقول مركي أرنو أي كورتي ماذا أو أي مرجسو صلاة أدك دك جري صلوات الله وسلامه عليه الله برقعتك أفرتك سجودك ليرا وهر من جري طيب أن وحاوير النبي صلوات الله وسلامه عليه وإيمانك إنو داوو يهي همي إيو حزنك هو الدليل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وفك مؤمن كهلا يابله أمر كي سؤل ما وضع خير إن قف سيدا سوى كرأنا مجر مؤمن كم أجي حديه فرح لك البوا شكريا وخير بأن نقطع حديه أي لباته لك المؤية وحد حالات أدقنا ودل قاتا ينا خير بأن نقطع سيدا درت متاجرة دائما مع الله بكجرة قضب كلمة دوام محي إنو قفك كفر حوه وحا أسوى حسلي أجر كوين لماذا كلما أدبات لكل أنتو دبات دا سوى الامتحان كلما أدف لكل أنتنا دفت سوى امتحان لابد امتحان جوابي كهربا رسولكم الله صلى الله عليه وسلم عليه مركا إنو كفر حو سام باردو امتحامنا وإن يكبت به وفكوا يرادا الحمد لله طيب وحير ما يصيب المؤمن من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ما أصيب قفك مسلم كأه دال يمرغو يهمي يولول ولا أذن ولا غم إلا هديه وحوي أصيبا حتى شوكة يشاكها قد أحد المذي سمع الله كبيرا إلا كفر الله بها من خطاياه إلا هديه تاسو دعضه إلهي قففك سأيو كبنا فاب الله صلى الله وسلم عليه مركا لباتذي ويتمن لكن الله نقصب رياه معنى هذا نوام حيدن بيقال لي قبر بورنيا أرنت أيضا إنه كفر حوه وحي كان يسا إن محل إرادة همي وكيرا وحا كانوا همي علاج معرفة حقيقة الدنيا الدنيا ذات الحقيقة إذا قفك إنه أغال إياشا فالدنيا كان لو قمت لقل إنه قرر راح يستاه ودار لو قلت لقل إنه إسر الرغت وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك النبي كما صلوات الله والسلام عليه معركة لقل جميلة هذا هو حقيقة جوكتا حقيقة بوشك الله يا كو قري ماذا قال دبعين إن يعني لو امتحان قيب وحيكتها إيمان كاقهير كبقاسيه إلا تجابيه أما بس خلط أبقشو ذا كتوب تكيني لقاقا تفتري طيب مركا انت محاوه لياه أدونك كان انت أجوكتت لوامد باتقطة
قف لو باهن يهي او معنى لجوغا غرانيسا قف هي معنى لجوغا ان نقطت اما قف عليس كو اه او لغا ريسن دون ان نقطت marka qofka markuu adduunkan dhaafayo ayadoo dhanba laga kaxaysan doonaayo wuxuu noqonayaa mustariihun wa mustaraahun minhu adigu marka keebaatay iswaydi ha ka fakar maxay mashaakil kan uu qabtay laakiin waaba lagu qaadan karaa hadii lagu qaato talow ma lagu darsan doonaa mise waa laga reysan doonaa adigu ma reysan doontaa mise adduunka aad u shalay doontaa haddaad ka reysata adduunyada uma shalay doontid haddaad u shalaydana أدوك ما كوفي عناوية معناه مركا ونتي وسيف السير النبي قوي صلى الله وسلم عليه مستريح الرؤية العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله أدوك مؤمن كا وحو كن نستا دالك الدنيا ذي نبك هذا وحو نكون نستا إله رحمة ديسة والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواء حديث بخاري قوي إمام مسلم كان فاجر كامية وحا كنستا او كراخيستا ادومدا يا دلكا يا جيدها يو وحا وي وحا لا يراهدو ان 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 حيوانك ايا كنصايي marka adduunkaas u qaybo male qodobka afaraad oo lagu daweeyo cilaajka wuxuu noqonaya humumta adduunka iyo qumumteedu waxay kala tagtagsiyaan nafta sida aawadeed adigu inaadan noqonin كين نفتي سو أي كوكلا تجله غمي أدونك صامرة ويؤمن ولد أدونك كان وحكوي بعض النوشة ولا الآخرة خير وفرق عليه شملة وحقوا العلدير ولا يكرق يبرب الوغد افتاح ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له الدنيا ربما ما ذه إلا وحي اللي قدر المؤمن في سورة إسراء إله بحلي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كما لمن نريد قفكي دونيا مدن دقدقيسا إنو وحكهره وحان نودد جنا عدي أن دونه وحي أن دونه ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا جهنم أيو قلا إساق أورنا لعيسا وقول در ريسي قول لي سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن مر لبعض النبوصة نقريسا وهو مؤمن والشيء إذا إيمانك إنه شرطية قبول كعملك قفك آخر الرادية إلا ضد بضم آخر الدونها يجره وسعى لها سعيها صعدك أي مضنتين أصعد وهو مؤمن ومؤمنة فأولئك كان سعيهم مشكورا كوا صعدك دوال المهدي أدو أدونك الجوغة هدي ما هنق إلهي وكاقي بعد كورك قولوا بير هذا إلهي وكو ما هنقي عدا ما هنق يسلم الشيء لكن محل الشيء sidoo kale kuma hadsayo adduun iyo aakhira marka markuu qofku u dareensado humumta adduunka inay tahay waxa qofka kala firdhinaya hambigiisa hambi aakhira ka dhigaya hambiga aakhira markuu yool ka gaaro adduunyada iyo ordaysay u imaaneysa oo san isagu san dalbay atibadu way ka hadlaan arintan hambiga iyo walwaca waxana lagu sheegaa xanuunada la yiraahdo al-iktikaab waxaan ku dhacay igtiyaab ayaa lagu sheegaa igtiyaabkaasu waa waxa haday u yaqaanaan depression ka wa xanuun ay ku sheegaan xanuunada casriga ah inuu yahay oo adduunka aafaaqdiisa oo dhan ku faafay waxa kalifaya gaaladu 100kiiba 80 iyo ziyada in ka badan inay keenina ku seexdan masakinada halka uu ku dhacay Soomaa dadka barwaaqada haysta oo adduunka maamulaya حكى اللي في إنه هدد وياه قلبه أما الروح ذو ربي من حقه سكتي من سجل الدكستاه حدير ربي اللي قد يريه لبعت أميها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى مرك انتو سنجارين آخر إنه كوين ربيره أدونك عريبه سألو كيرية مرك وإنه هرا حالة دا سوحك قبح سيدا درتت نسبة انتحارك way sii kordhaysa marka Yurub la joogo nisbada wallahu almusta'an dadka nolosha ka dhacaya oo shalay iyagoo fiicnaa maanta noqonaya drop out ka way sii badanaysa nisbada shalay tole fiyoobida lagu tirinayay oo baritoore la ciibaarinayo inay howlgab yihiin ayagoo dadi gaarin way badanaysa talo waxa keenaya xanuunka isaga ah oo hadda u bixiyeen igtiyaabka ayaa keenaya
وعلاجيديسا اي نو سومر حنون كنو عاسا مرك ولا وداغا يو قال يا مسلم با واي ودا قبال انكرا ديس صح معها ضد با انكرا ديبرشن كوما دعو قف مسلم وركا وخبا كبجير انت قال كو دعيسا و كو دعي كرتا ادغا لماذا مجرى الدليل شيغا يا حنون هبل كوما دعو مسلمين صور لي قنما حنون كا صوره وا واقع وانا يالا وليبا ضد يوغ و كو دعو قيب وحا كا با ليري ضدك dalalkooda ay ka jiraan dagaalada xasilooni darada dadka qaba mashaakilaadka caailiga ah dadka dhibaatooyinka nololeed ee adag soo mara intaas oo dhan anaga lagu dhaxwareysanahay xanuunka marka Soomaali markii lagu cabiray Soomaalidu waxay tiraahdaa waa buufis Soomaalida maqal buufiska xibir buufis muqabaaba lagu leeyahay si kale marka loo yiraahdo waxaa la dhigi karaa waa waalida dhaqanta wey ninkii waa labisan yahay xaasba u jooga caruur buu dhalay laakiin waa waalayahay qaxwi ma garat reerkii waa cadaaban yihiin ilmihii waa cadaaban yihiin isaga waa cadaaban yahay masaajidkii waa lagu cadaaban yahay mushkila lama fahmahay nidi bidi ku taab reer cunu joog maqla jirtee maanta iyo berri wuxuu diyaar u yahay inta masaajidka joogta qof qof inuu la murmo inuu la dagaalamo tiisa kari inuu socodsiiyo xanuunada noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin cilmi ahaan in loo daraasiyo waxaan u jira ma jiro baaritaan sax ah inta dhiig laga qaado laga soo helayo waxa ku haya xanuunka sigti afka laakiin maxaa lagu ogaadaa waxa lagu ogaadaa waxa la yiraahdo physical exam tijaabo waxa la yiraahdo amali ah oo qofka la marinayo ayaa lagu ogaanayaa oo qofkii maxaa la weydiinayaa أسئلة كسر سلولوشيس أسئلة ده سؤالها ها يميا سوغا جوابه باوحا كسوا بحيسا قفك كان كتغوريا كترسي وكو حدنا الليفل كيفو كجوغا واللبو محوب باهن كراء علاجة باماشي كسوا بحيسا أنه بارك علاج باقبنا مارك الرمو اي كتا علوغا مانا هوالي ما رالي هذايا اكتئابكو هيركو والي ده قاعدة مقار السنة لكن waa maxay wadadii loo si maray waalida weey maalin buu waalan doonaa ama isdiri doonaa ama qof bidiri doonaa